ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے. ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے، اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں. تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا. اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے، لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے. ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا، اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی، اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں. چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب، اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا. آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے. اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں. تو ابھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو ہے وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں. جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روح زمین سے مٹا دیں گے. آمین یا رب العالمین. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مواقیت الصلاۃ. یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے اوقات کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں سے ہم ان کی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعاله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. باب مواقيت الصلاة وفضلها. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر صلاة يوم، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة يوم وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث به، أبا إن جبرائيل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنهم. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. باب قول الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فصلها لهم شهد شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنطم والمقير والنقير. باب البيعة على إقام الصلاة. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهم قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب الصلاة كفارة. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قاله قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها لبابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنهم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، إلى هذا؟ فقال: لجميع أمتي كلهم. باب فضل الصلاة لوقتها. وبه قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار قال: أخبرني قال: سمعت أبا عمرو
أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. باب الصلاة الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. وبه قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيء فذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. باب في تزييع الصلاة عن وقتها. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس رضي الله عنه قال ما اعرف شيء مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال اليس صنعتم ما صنعتم فيها. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رباد أخي عبد العزيز قال سمعت زهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيء مما أدركت إلا هذه الصلاة، فهذه الصلاة قد زيعت. وقال بكر بن خلف. وبه قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رباد ونحوه. باب المصلي ينادي ربه. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يدفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا عبد عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه كالكلب، واذا بذق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فانه ينادي ربه. وقال سعيد عن قتادة لا يطفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يسره تحت قدمه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يسره تحت قدمه. وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وبه قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنهم ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر. وقال شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة طلول. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المدني قال حدثني سفيان قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيه جهنم. واشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعض فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء نفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد بثور فإن شدة الحر من فيه جهنم. تابعه سفيان ويحيى أبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر. وبه قال حدثنا عدم قال حدثنا شعوذ قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيأتلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر أبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهم تتفيأ تتميل. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل ولا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقال عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر فأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجعة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شتر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخونا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني قال غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب تأخير الظهر إلى العصر. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن جابر بن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. باب وقت العصر. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته ولم يظهر الفيء بعد. قال أبو عبد الله وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة.
فكان كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر وبه قال حدثني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن السهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنهم يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنا نصلي معه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال كنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء ويأتيهم وشمس مرتفعة وبه قال حدثنا أبو اليمان قال كنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه باب إثم من فاتته العصر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما يطير أهله وماله قال أبو عبد الله يتيركم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله باب إثم من ترك العصر وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المليح قال كنا مع بريده في غزوه في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاه العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله باب فضل صلاه العصر وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدث إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألوهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم ساجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أطي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا
أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال: وهو فضلي أوتيه من أشاء. وبه قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقال: لا حاجة لنا إلى أجرك إلى أجرك. فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شطرتم ولكم الذي شردتم فعملوا. حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين. باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وبه قال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن النجاشي اسمه عطاء بن صهيب المولى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن حسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا راهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وبه قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا طبرت بالحجاب. وبه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن ديران قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. وبه قال: حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد البارس عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب فيه العشاء. باب ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسعا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقول الله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعض عن عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. وبه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن قال سالم قال أخبرني عبد الله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا قال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. وبه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي
ابن ابي طالب رضي الله عنه قال سالنا جابر بن عبد الله عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. باب فضل العشاء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بن عروبة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض وغيركم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة رضي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى إبهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي المنهال عن ابي برزة رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. وبه قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم قال ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة قال وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى ركضنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وقد كان يركض قبلها. قال ابن جريد قلت لعطاء فقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا فقال عمر بن الخطاب فقال الصلاة وقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ما أن واضع يده على رأسي فقال لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس يده كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيء من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدع وناحية اللاحية ولا يعصر ولا يبطش إلا كذلك وقال لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. باب وقت العشاء لا نصف الليل.
وقال أبو بردة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. وبه قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطبيلي عن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس كأني أنظر إلى وبيض خاتمته ليلة ذئ. باب فضل صلاة الفجر والحديث. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يعني عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ناظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أولها أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قال سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال أبو عبد الله وسعد بن شهاب عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا. وبه قال حدثنا حتبة بن خالد قال حدثنا همان عن قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء وبه قال حدثنا همان عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. وقال حدثنا وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بأن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. باب من أدرك من الفجر ركعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن بصر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. باب من ادرك من الصلاه ركعه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. باب الصلاه بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ابن عالية عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد
العصر حتى تغرب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني ناس بهذا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني النبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وبه قال حدثني ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبدة. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يقضي بفرده إلى السماء وعن المنابذة والملامسة. باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وبه قال حدثنا محمد بن ربان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنهم قال إنكم لا تصلون صلاة لقد صاحبنا رسول الله صلى الله صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون لا انهى احد يصلي بليل او نهار ما شاء غير ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب ما يصلي بعد العصر من الفوائد ونحوها. وقال قريب عن أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب بهما تركهما حتى لكي الله وما لكي الله حتى ساكل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاة قاعدا يعني الركعتين وبعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة رضي الله عنها ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. باب التكبير بالصلاة في يوم غيم.
وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وهو ابن كثير وهو ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال حدثهم قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله وهو الأذان بعد ذهاب الوقت. وبه قال حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله فقال اخاف ان تناموا عن الصلاة قال بلال انا اوقظكم فاضطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا إليها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد أقم الصلاة لذكري. وقال حبان وبه قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إيه قال حدثنا هشام قال حدثنا إيه وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم فقال ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحان فصلنا بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السامر من السمر والجميع السمار والسامر ها هنا في موضيع الجميع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي. وبه قال حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعد وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من 60 إلى 100. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قروة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال أنس بن مالك نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى
حتى كان الشطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخونا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حتمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون في هذه الحديث عن 100 سنة إن وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. باب السمر مع الأهل والصيف. باب السمر مع الأهل والضيف. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناس فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس فإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال فهو أنا بأبي أمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث سليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأة ما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء وقد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا لكم. فقال والله لا طعمه أبدا وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال شبع وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرت عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس والله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال.